رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذه علاء عزه الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك. اهلا مساء الخير شيماء، وتحياتي ليك وتحياتي كل الساده مشاهدينا، ومبروك عليك جائزه افضل اعلاميه في مصر. ربنا يخليك، ميرسي جدا لحضرتك. طيب عايز اسالك بقى في البدايه كده عن شايف ازاي تفكير كابتن محمود الخطيب في المرحله القادمه لاعاده هيكله قطاع الكوره في النادي الاهلي، بعد طبعا الاكواعات والازمات اللي عدى بيه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، الخروج من البطوله العربيه، عدم الحصول على اللقب التاسع على دوري ابطال افريقيا، كمان الاخفاقات في بعض مباريات الدوري المصري الممتاز. شايف ازاي الخطوات اللي اخذها كابتن محمود الخطيب لحد دلوقتي؟ طبعا الخطوات اللي اخذها كابتن محمود الخطيب خطوات متسارعه. الكابتن محمود الخطيب اكتشف بعد سنه من مروره من توليه رئاسه النادي الاهلي ان حصل صدام بين اللجان الحديثه واللجان القديمه، لقي ان في تخبط في العمل. هو كان عنده جاي بتصور جديد بفكر جديد، ان هو يعمل لجان جديده في النادي الاهلي بفكر جديد بشكل جديد مع الاحتفاظ باللجان القديمه اللي هي ثوابت النادي الاهلي. فحصل نوع من التضارب، فالتضارب ناتج يعني اكتشف مع الازمه، ازمه الاخفاق الافريقي تحديدا، اكتشف ان في شويه في الدولاب الاداري مش مظبوط، ان في صدامات حصلت، وشفناها لجنه فنيه مع لجنه كوره، ما حدش عارف مين المسؤول عن اختيار اللاعبين، ازاي يكون في مدير كوره المفروض اللي هو يكون مسؤول عن تجديد التعاقد مع لاعبيه، وبعد كده فجاه بنلاقي اللجنه الفنيه تجيب لعيبه ولجنه الكوره تجيب لعيبه. فده ده 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 الصدام اللي حصل، وده صدام غير مقصود على الاطلاق. يعني ده صدام ان انا عملت لجان جديده ومحتفظ باللجان القديمه، فجاه لقيت اللجان القديمه واللجان الجديده ده بيشتغل وده بيشتغل، ففجاه حصل تضارب في وجهات النظر، حصل تضارب في الاراء، حصل تضارب في الاختصاصات كمان، حصل تضارب في الاختصاصات. فشفنا اللي حصل ده، فكان لازم اختيار الصفقات. شايف حضرتك ده من اختصاص مين؟ المدير الفني؟ لجنه الكوره. طبعا لجنه الكوره. طب في حاله ان احنا مثلا لسه ما استقرناش على مدير فني دلوقتي، لا يبقى لجنه الكوره هي المطلوبه، لان بناء على تقرير المدير الفني اللي سابه. يعني طب اكيد اي مدير فني بيمشي، حتى لو ماشي بطريقه اقاله مش استقاله، حتى لو هو ماشي المفروض المفترض ان هو يقدم تقرير فني شامل، لو هو ما قدموش فيه المدرب العام صحيح بيكون موجود، ويبقى عارف كويس جدا المدرب العام ده المفروض اقرب شخص للمدير الفني، بيكون على تواصل معاه دايما قبل المباريات وبعد المباريات واثناء التدريب، فبالتالي بيكون المدير الفني اكيد بيكون فضفض معاه في احتياجات الفريق، بيكون عارف العناصر اللي يحتاجها الفريق، فبيكون ده دور المدرب العام. وكمان لما يكون المدرب العام كمان كان بيشغل منصب مدير الكوره، فدي يبقى الموضوع اسهل، تبقى الصوره اوضح كمان عنده. أكيد. فدي ما كانش فيها مشكله عند النادي الاهلي، حتى لو كان مستر كارترون ما كانش قدم تقرير فني، فالامور واضحه جدا. وكمان ازمه النادي الاهلي الفنيه كانت واضحه قوي للجميع، يعني ما كانتش محتاجه ان يكون في مدير فني يقدم تقرير. يعني كان ممكن لاي مشاهد عادي، يمكن مشجع في النادي الاهلي، المشجع في الشارع البسيط جدا، ممكن يعرف الخلل الفني في النادي الاهلي ايه، يعرف ان الدروب اللي حصل للنادي الاهلي ايه. لكن انا بقول لحضرتك، هي انا ما زلت مصر ان الفوز الاهلي ببطوله الدوري العام الموسم الماضي بالطريقه الساحقه، يعني زي ما بيقولوا ان الاهلي ياخد الدوري قبليها بثمان اسابيع بارقام قياسيه. صحيح. ده خدع شويه الناس في النادي الاهلي، وخدع حتى خدع الاعلام وخدع الجمهور وخدع كل حاجه، خدع الاداره. احنا يعني كل الناس توهمت بالفوز القياسي النادي الاهلي بطوله الدوري السنه اللي فاتت، كل الناس كان عندها قناعه غير عاديه ان النادي الاهلي قادر ان هو يستمر بنفس الفريق ده لسنوات طويله. عشان كده كان التوجه في اداره النادي الاهلي اول ما مسك كابتن محمود الخطيب ان هو عارف ان الفريق الكوره الموجود دلوقتي اللي خد الدوري قبل نهايته بسبع اسابيع او ثمان اسابيع بفرق 20 نقطة عن صاحب المركز الثاني الاسماعيلي، و 68 واكثر من 28 نقطة عن الزمالك الرابع مثلا، فكان ده عطى انطباع او عطى مؤشر خاطئ ان فريق الاهلي ده ممكن يستمر فترة طويلة. طيب جدا. خليني اسال حضرتك، نقف هنا واسالك، طب ايه اللي حصل؟ هل ده مثلا بسبب تدعيمات الفرق المنافسة بعناصر جيدة فابتدت الفرق الاخرى تبان او تظهر بمستوى جيد؟ ده كان ممكن نحكم عليه لو كان الاخفاق حصل في الدوري المحلي، لكن الاخفاق ما حصلش في الدوري المحلي، الاخفاق حصل على المستوى الافريقي وحصل على المستوى العربي. لكن الاخفاق اللي حصل على المستوى الافريقي ده كان ليه ظروف خاصه بالفرقه، ظروف استثنائيه، ظروف اصابات ضربت الفريق بشكل غير عادي في الابطال الاخيره. يعني فريق خلاص رايح على نص التتويج، وفجاه وهو بيستعد للاحتفال فجاه بيلاقي الاعمده الاساسيه بتاعته
يعني لو زي عمود الخيمه المحليه الخساره المحليه دي كانت توابع دي كانت امر طبيعي جدا توابع انك انت تيجي توابع على ضياع بطولتين ورا طبعا اللعيبه عندهم ضغوط نفسيه غير عاديه بتتكلم على في لعيبه عارفه نفسها ممكن تمشي وعارفه ان كل الانظار متجهه ليها ودي فرصه اخيره بالنسبه لها ده عامل نوع من التوتر ودايما عشان كده حضرتك لو اي واحد منا لو حتى في رفع الاثقال حضرتك يا استاذ شيماء لو انت في رفع الاثقال ليك 3 محاولات لو فشلت في الاولى والثانيه لازم تفشلي في الثالثه لانك بتوصل لما تيجي الرفعه الثالثه دي بتكون الرفعه الثالثه دي وانت اصلا اولا بيكون عليك حمل يعني انت عارف حضرتك مثلا بيكون في مثلا حضرتك داخله في منافسه رفع اثقال فبتلاقي مثلا المنافس معاك بيشيل اكتر منك فانت بتخفقي في الوزن بتاعك اول مره يجي المنافس بيشيل اكتر منك في المحاوله الثانيه بتخفقي فتيجي في المحاوله الثالثه انت بتكوني بتحملي نفسك ضغوط زياده عن اللزوم بتشيلي وزن اكتر من وزنك فده بيبدل ده اللي حصل للنادي الاهلي ضغوط فشل افريقي اخفاق عربي ده عمل نوع من الضغوط جامده جدا على لعيبه النادي الاهلي كان مطلوب منهم هم يقدموا اكتر من قدراتهم فبالتالي حصل وطبعا الضغوط الجماهيريه طبعا كانت ضغوط رهيبه جدا الضغوط الاعلاميه طبعا ضغوط رهيبه جدا فكان طبيعي جدا يعني انا حتى ماتش المقاولين كنت يعني ما كنتش متفائل ان الاهلي يكسب مباراه المقاولين وشفت النتيجه ازاي الاهلي خسر ودي كانت نتيجه الضغوط يعني لو المباراه عدت 100 مره في ظروف طبيعيه مستحيل طبعا الاهلي يخسر استاذ علاء في اجتهادات كتير قوي من ساعه ما تمت اقاله باتريس كارتيرو على مين هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي من هو المدير الفني الاجنبي القادم للنادي الاهلي يعني الاجتهادات كمان ابتدت تقول الاداره عارفه وخلاص فعلا تعاقدت مع مدير فني اجنبي والدليل على كده ان هي بتخلص في الصفقات اللي عندها يعني اكيد الصفقات أكيد دي طبعًا بتكون بتشاور مع المدير الفني أكيد القادم أكيد طبعًا دي كانت من بعض الاجتهادات اللي موجوده الناس كلها بقى مدرسه برتغاليه مدرسه لاتينيه الناس كلها عمالين طول ما الوقت بيطرحوا في اسامي كثيره جدا ده طبيعي جدا طول ما الفتره بتطول كل ما الاجتهادات مساحه الاجتهادات بتزيد الرؤى بتزيد كل يوم انت ما بتعليش فيها المدير الفني رؤى مساحه الاجتهادات بتزيد 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 وتشوف اسماء لكن مثلا تعالى مثلا بيكون مثلا نادي مثلا نادي عادي بكل مدرب تاني وصح بيجيب مدرب تاني ما بيكونش اصلا في فرصه اجتهادات شفنا مثلا في انديه كتيره جدا بتقيل مدير فني يا دوبك عقبال ما الناس الصبح تعرف ان في مدير فني جه ما بقاش في دلوقتي الصبح هو على طول بالليل يعني لا يعني ممكن يعني هم يعني الاجتهاد بتكون اقل شويه بالظبط يعني مثلا زي مثلا بتشوف مثلا المقاولين مثلا اقل مثلا مدير فني فجاه بنلاقي ثاني يوم الصبح على طول التعاقد مع عماد النحاس نفس الامر مثلا في لما جه كابتن علي ماهر مدير فني جديد سموحه نفس القصه مشي علي ماهر بعديها بيومين على طول طارق يحيى اقصد كل ما المساحه بتكون ضيقه المساحه الزمنيه بين تغيير جهاز فني كل ما المساحه تكون ضيقه كل ما بيكون فرص الاجتهادات قليله جدا جدا لكن طبعا انت بتتكلمي عن النادي الاهلي الناس كلها مهمومه بالنادي الاهلي كمان حتى انت مش بتتكلمي كمان على مستوى الاعلام هنا ولا السوشيال ميديا هنا بتتكلمي على السوشيال ميديا الوطن العربي انت شوفي المغرب ازاي بتنزعج لما ذكر اسم رينارد يعني الاعلام المغربي كله انتفض ان الاهلي بيفاوض هيرفي نارد نفس الامر في اوغندا ان الاهلي بيفاوض ديسابرا مثلا فانت بحث الاهلي عن مدير فني مش بس بيشغل الراي العام في مصر هنا بيشغل الراي العام كمان بره وتشوف انه طبعا تقارير كتيره جدا بتتكلم تقارير ومواقع عالميه كتير جدا بتتكلم عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وبتتكلموا عن المدارس البرتغاليه والمدارس الالمانيه الاسماء اللي بتطرح كمان بيكون محل اهتمام كل شايف الافضل للنادي الاهلي اللي يتماشى مع النادي الاهلي اكتر المدرسه الاوروبيه ولا اللاتينيه؟ لا انا شايف الاهلي الاوروبيه الاهلي انا شايف هي طبعا المدرسه اللاتينيه مدارس بتعتمد على القوه البدنيه ودي وده شيء عنصر مهم جدا جدا في النادي الاهلي لكن شايف انا ان النادي الاهلي في فتره فترات كان عنده مدرب احمد كويس جدا الشعلاني فكنت شايف النادي الاهلي كان وقتها من افضل مواسم النادي الاهلي على الصعيد البدني لكن الكره الاوروبيه لا الكره دي كره حديثه بجد كره اللي هي اقرب للكره الشامله فيها كمان حتى المدرب الاوروبي دايما بيكون فكره في التعامل مع الظروف الصعبه اسرع من المدرب اللاتيني يعني وشفنا يمكن انا عن نفسي شفت كارتيرون مثلا اكتر من مره لا كارتيرون كان عنده حلول سريعه جدا طبعا الاخفاق اللي حصل والضغوط الكبيره حصل كان للاسف شديد راح الكارتيرون مع ان كنت انا يعني كان زعلت ان المدرب ده مشي لانه المدرب اشتغل في ظروف صعبه جدا مع النادي الاهلي لكن ما كان بديل دهيله لان الغضب الجماهير وقتها كان لازم يكون في قرار لازم يكون في قرار ولو كان اتاخر القرار كان ممكن الناس انت عارف طبعا السوشيال ميديا ممكن ازاي تخلق الكلام عن السوشيال ميديا بقى يعني بنشوف حاجات غريبه جدا حصلت في الايام اللي فاتت مش عارفه حضرتك متابع ولا لا طبعا يعني تويته فيك معموله يعني متفبركه عن لسان مسؤول عن لسان اعلامي بيقول في
فيها ان النادي الاهلي تم حرمانه من المشاركات الافريقيه، النادي الاهلي تم اتهامه بقضيه مش عارفه ايه اللي حكم مباراه ليه كده. ده اولا ده نتيجه عمليه، وبعدين الانيل بقى يعني والاصعب ان انت بتلاقي قناه بتذيع على الشاشه بتاعتها التويته المفبركه دي، ما فيش مش قادرين يتعبوا نفسهم ويدخلوا يعملوا سيرش يشوفوا دي حقيقيه ولا لا. ده بيقول حاجتين، الفراغ فراغ المحتوى، محتوى فارغ جدا. لان طالما انت وصلت لمرحله انك انت تفبركي، ده معناه انك انت ما عندكيش محتوى. انا عايز اقول لك نفس الشاشه دي بتجيب تويتات ليا انا من برضو اكونت فيك متفبرك وينزلوها كل شويه عندهم. انا مش يعني مش مصدقه يا جماعه، ادخلوا يعني اتعبوا نفسكم واعملوا سيرش كده وشوفوا ده حقيقي ولا لا. لكن لا في فرق ده وصلت كمان يعني عن الكاف يعني طبعا عن الكاف طبعا يعني طبعا طبعا عن الكاف. ده اولا ده بيؤكد ان القائمين على البرنامج عندهم فراغ في المحتوى، ما عندهمش ماده خالص. تاني حاجه ان هم عندهم وقت طويل ومش عارفين يملوه ازاي فيالفوا اي حاجه. تاني حاجه ان هم بيحاولوا بطريقه ساذجه جدا وبطريقه بدائيه جدا ان يصدروا ازمات او تصدير ازمات بطريقه مش طبيعيه. أزمات. بس خلاص خلاص يعني من الغباء بقى الناس دي يعني. من الغباء دلوقتي انك انت تعمل حركه زي كده. حركه على ده سقوط اعلامي، سقوط اعلامي ذريع. يعني خلاص انت اوكي، انت فارغ، ما عندكش محتوى، ما عندكش مادة تقدمها. بس خليني اقول لك كمان ان يعني انا شفت على يوتيوب مقطع لنفس برضو القناة دي او نفس الشاشة دي. مقدم البرنامج جايب معاه مداخلة هاتفية لفنانة ما بتتكلم باسلوب يعني في منتهى الرداءة عن زميل لينا، يعني زميل اعلامي من غير، وهو مبسوط جدا وبقه من هنا لهنا سعيد جدا بالكلام اللي بيسمعه، وهي هيجي لي مشاهدة. بس تأكدي ان نهاية الهزل ده قريب جدا، لان دلوقتي عندنا الهيئة الوطنية للإعلام ما شاء الله بتتابع كويس جدا، الملاحظات بدونها اول باول. يعني انا مش بوعدك لان انا مش صاحب قرار، لكن انا بطمنك وبطمن كل الجماهير ان نهايه قريبه وسريعه جدا للقنوات الفاسده دي، لان دي فاسده، ده فساد اعلامي مش أكيد. فدي كلها في المشكله ان كل شويه المجلس الاعلى للاعلام بيطلع يوقف برنامج يغيروا اسم وكان وصل بيروح يوقف القناه كلها، لا يغيروا اسم البرنامج ويغيروا الوجه ويطلعوا نفس المحتوى الفاشل والمحتوى الفارغ والكلام هو ونفس اليوم هو ونفس الاسئله هي ونفس التناول المحتوى هو. اشغل نفسك بقضيه، انت اعلام، انت بتقود الراي العام مش الراي العام بيقودك. هم للاسف قايمين على ان هم ازاي يخدموا على السوشيال ميديا، ازاي يرضوا جمهور السوشيال ميديا، مش ازاي هم يوجهوا السوشيال ميديا. لا هم كل حاجه يطلعوا لو ليه يعني اللي خد التويتر من الفبريكه دي وخدها من السوشيال ميديا. يعني انت اجتهد ما فيهوش اجتهاد اصلا، حتى ما فيهوش اي حاجه. انت اتصل بالمصدر المسؤول، شوف اللي من غير ما تتصل شوف الاكونت ده فيريفايد ولا مش فيريفايد. يحسب لك انك انت ما تجيب الشيء وتنفيه على صوت وصوره، ده يحسب لك. مش هيحسب لك انك انت تكون تابع، مش هيحسب لك انك انت يطلع شكلك وحش قوي قدام الراي العام، انك انت كاذب، انك انت مضلل، انك انت تترفع عليك دعوه قضائيه بعد كده، انك انت تبقى صورتك قدام الراي العام انك انت يعني شاشه اعلاميه كاذبه وخادعه للراي العام، شاشه اعلاميه كل هدفك انك تصدر ازمات للمنافسين. لا ده طبعا يعني مش اعلامي طبعا. يعني انا يعني ده مش عمرنا بنشوف حاجات ده مش يعني كتير كمان في الاعلام الرياضي خصوصا نقول مثلا من مصدر ما في لاعب من هنا ماشي هنا رايح هنا بيتفاوضوا معاه، يعني الحاجات دي مقبوله بالظبط مقبوله لكن طبعا مش طبعا مقبوله لدرجه ان انت تحط يعني طبعا مستندات مزوره على الهواء ازاي. طبعا دي كارثه، يعني دي كارثه اكيد. طيب خلينا نرجع نتكلم تاني عن النادي الاهلي وعن المدير الفني القادم للنادي الاهلي، وخليني اسالك برضو، هل المدير الفني القادم للنادي الاهلي لازم يكون اجنبي؟ الافضل الافضل للنادي الاهلي يكون مدير فني اجنبي، لان بغض النظر عن طب لو اجنبي هل بتفضل ان هو يكون فعلا ابتدى او اشتغل قبل كده في مصر او في العالم العربي؟ لا 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 انا ما يهمنيش يكون شغال في مصر، بس يهمني قوي يكون شغال في افريقيا. ده شيء مهم جدا. احنا افريقيا عامه ولا العالم العربي؟ لا افريقيا. لا ما يهمنيش خالص الوطن العربي. الوطن العربي لو في مغرب وجزائر وتونس يبقى طبعا يكون يبقى الافضل. طبعا لان بيعيش نفس الاجواء بتاعت الكره المصريه، ثقافات مختلفه شويه. لا كمان احنا اجندتنا هي نفس اجنده تونس، هي نفس اجنده المغرب، هي نفس اجنده الجزائر. التوقفات هنا توقفات هناك، يعني هو بيعيش نفس الاجواء. يعني بالنسبه له لما يجي مصر هنا هيكون الاجواء بالنسبه له اجواء كربونيه، يعني مش هيكون جديد عليه، مفيش اي حاجه جديده عليه. لكن كمان لما يكون كمان افريقي كمان هيبقى عارف الاجواء. يعني انا شايف ان سر الانطلاقه الرائعه لمستر كارتون في بدايته مع النادي الاهلي كان سره ان هو جاي من نادي كبير زي نادي مازيمبي. راجل جه زي ما اتكلمت معاك قبل كده شيماء، ان الراجل ده
الاجواء الافريقيه مش غريبه عليه، عشان كده نجح. شفت بدايته مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ازاي ياخد الاهلي بالمركز الاخير في مجموعته وينهي دور المجموعات وهو اول مجموعه. طبعا ده شيء رائع جدا، يعمل اربع انتصارات متتاليه بره وجوه، ده شيء مهم جدا، وده ما كانش ممكن يتحقق الا اذا المدرب نفسه جاي من افريقيا، جاي من مازيمبي، عارف اجواء البطولات الافريقيه، عارف الملاعب، عارف المناخ، عارف التوقيتات، عارف صعوبات الطيران، وعارف صعوبات حاجات كتير جدا. عشان كده انا كان اكتر حاجه بتعجبني في كارترون ان هو راجل بيتعامل مع كل الظروف، راجل ما كانش بيشتكي ابدا، راجل بكل شيء عنده ممكن يحوله ايجابي، الحاجات السلبيه كان بيحولها لحاجات ايجابيه، الا طبعا جت المرحله الاخيره طبعا اللي هي المباراه الاخيره دي، كان الامر اكبر من قدراته، ان 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 فجاه الخيمه، عمود الخيمه كلها تقع مره واحده. يعني مش عمود واحد وقع من الخيمه، ده الاربع اعمده بتوع الخيمه وقعوا، احمد فتحي ومعلول وازارو للاسف جم في توقيت صعب جدا، وكان كمان فرق التوقيت قليل جدا. انت عارف احنا كنا بنلعب مباراه الاخيره بتاع دوري ابطال افريقيا تقريبا كل اسبوع كان الاهلي بيلعب مباراه، فحتى ما كانش فيه زي زمان، كل الاهلي كان ممكن زمان بيلعب الدور قبل النهائي في نوفمبر وبيلعب النهائي في ديسمبر، ده كان زمان. لكن دلوقتي شوف احنا بنشوف المباراه بين مباراه ومباراه اسبوع واحد بس، فطبعا ده كان امر مؤسف جدا، وظروف خذلت الراجل ده بشكل كبير جدا. صحيح. هنرجع تاني للسوشيال ميديا والكلام في السوشيال ميديا، ودلوقتي بقت في اسامي كتير مطروحه ان اللعيبه دي راحلين عن النادي الاهلي في يناير القادم، طبعا الغرض من كل الكلام ده والاكتتات دي تشتيت تركيز اللعيبه في الفتره اللي جايه. لا هي ما اقدرش اقول تشتيت، يعني مش هناخد ان كل واحد بيكتب الحاجه دي عنده سوء نيه، فاحنا بنفترض ان في بعض طبعا في عنده سوء نيه، اكيد في مجموعه ومعروفه ومرصوده، وجميل حتى جميل العاديه عارفاها كويس جدا، عارفه مين المغرضين، عارفه مين اللي كل كلمه بيكتبوها رايحه فين وحسابها لمين والمصلحه مين وازاي الهدف منها هد استقرار النادي الاهلي. لكن في البعض بيجتهد وكل مجتهد نصيب، يعني في ناس بتجتهد، في ناس كتير جدا اجتهدت في صفقه محمد محمود وقالوا ان محمد محمود مرشح ان هو ينضم للنادي الاهلي، وفعلا محمد محمود انضم للنادي الاهلي. محمود وحيد اتقال ان محمود وحيد موجود. في ناس بتطور ده اجتهاد، وده اجتهاد مشروع، يعني دلوقتي مثلا بيتكلموا مثلا ان في مثلا لعيب انجولي مثلا هيجي النادي الاهلي، وبعد كده فجاه النادي الاهلي الولد ده لعب مع فريقه في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي يكون مستبعد لانه مش هيلعب مع الاهلي في افريقيا. دي كلها حاجه ايجابيه ان الاعلام يجتهد، يعني حتى ان يجيب لك خبر ان اللعيب الانجول المرشح ينضم للنادي الاهلي لعب مع فرقته في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي لو جه النادي الاهلي انضم مش هيلعب مع الاهلي، مش هيكون مفيد للنادي في دوري ابطال افريقيا. ده اجتهاد طيب واجتهاد مشكور، فده طبيعي جدا. وبعد كده انت بتتكلم عن النادي الاهلي، يعني اذا ما كنتش هتتكلم عن النادي الاهلي هتتكلم عن مين؟ ويعني وبعد كده الناس اصلا عايزه تقرا عن مين؟ عايزه تقرا عن النادي الاهلي بس. صحيح. فبالتالي من الطبيعي جدا انك انت ترضي غرور القارئ، ترضي غرور القارئ او القارئ لو كان في صحيفه او المشاهد او المستمع سواء وسيله اعلاميه، ارضاء غروره انه يسمع النادي الاهلي، ان ثلاث ساعات يسمع اخبار عن النادي الاهلي، حتى لو اخبار سمعها من ساعه برضه بيهمه ان هو يسمع جديد عن النادي الاهلي. فبالتالي طبعا ارضاء غرور للمستمع ده في حد ذاته هدف للاهلي، انك انت ازاي ترضي غرور مشاهدك المستمع القارئ، ده شيء مهم جدا. عشان كده انا بقول ان في اجتهادات مشروعه ومشكوره كمان. استاذ علاء، عايز نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مره ثانيه، فاصل ونرجع لكم تاني. مكملين معاكم كلامنا في الميديا مع الاستاذ علاء عاصف الناقد الرياضي في الاهرام. كنا بنتكلم بقى عن الاخبار المفبركه النهارده في حلقتنا، كنا بنتكلم عن الناس اللي بيحاولوا يجتهدوا لصالح النادي الاهلي، وطبعا في ناس ثانيه ما بيكونش لصالح اكيد النادي، ويكون عندهم يعني رغبه من جواهم ان هم يفسدوا حاله الاستقرار اللي موجوده جوه النادي الاهلي. بالفعل انا زي ما قلت لحضرتك اللي بيجتهد، ودي غالبية محترمة من الزملاء، بيجتهدوا ودول محمودين ومشكورين، يعني ده جهد اجتهاد مشروع واجتهاد مشكور، حتى لو ما أصابوش يعني هم كفاية انهم بيجتهدوا. لكن الكارثة في المغرضين والكارهين. صحيح. كمان يعني استاذ ان الجمهور يكون عنده وعي. لا الجمهور عندنا، يا الجمهور ما شاء الله، لا ده الجمهور
اكثر وعيا من الاعلاميين نفسهم الكاذبين يعني، يعني هو اكثر وعيا منهم يعني لدرجه لما تشوف السخريه يعني. بس يعني حتى قبل ما خليني اقول لك على حاجه، يعني احنا شفنا مثلا الاخبار المفبركه اللي نزلت امبارح واول دي يعني اثارت بصراحه ازمات على السوشيال ميديا، كان في خناقات يعني زي ما تشوف يعني بقى. مثلا انا هقول لحضرتك على موقف بس حصل الاخير امبارح في الازمه اللي حصلت امبارح، اللي هو التويتر المفبركة على لسان الكابتن احمد شوبير. يعني الكابتن احمد شوبير احتاج تقريبا ساعه الا ربع عشان يرد. في الساعه الا ربع دي كان الجمهور الاهلي هو اللي رد، جمهور الاهلي رد على صفحاته بشكل كبير جدا جدا وسخروا بطريقه. اولا كان التوقيت ما كانش معلن، فبالتالي دي كذبه ان ازاي خبر ما يكونش فيه توقيت. تاني حاجه ان الاتحاد الافريقي لما بيخاطب الانديه ما بيخاطبش، بيخاطب الاتحادات ما بيخاطبش يعني. وازاي كابتن احمد شوبير يعرف معلومه زي كده قبل الاعلام يعرفها؟ كابتن احمد شوبير اعلامي كبير وليه مصادره خاصه، لكن ازاي وصل؟ فانا بقول لحضرتك الجمهور نفسه سخريه الجمهور نفسه من القناه او الوسيله الاعلاميه الكاذبه والمغرضه دي كان اسرع من اي رد فعل توقعيه، لان الجمهور دلوقتي اصبح بيمتلك وعي غير عادي في اكتشاف السذاجه في تناول الاخبار او ازاي يكتشف ان 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 ان, إن التغريده دي كاذبه او ان دي مضلله او كده، لانه خلاص اكتشف. زي اللي قبل كده طلع قال لك الوثيقه بتاعت نادي القرن دي، قال لك معايا وثيقه قديمه ان شفت سخريه الناس منه كانت عامله ازاي. صحيح. يعني تحول واحد كان عايز يصادر النادي الاهلي ازمه، هو في ازمه، هو نفسه بيبقى في ازمه من ردود افعال الناس ليه. يعني رد فعل الناس ليه ان ازاي شباب صغير يمتلك من الوعي ومن الذكاء التعامل مع وثيقه مزوره، خلى الراجل نفسه في ورطه، الراجل نفسه في ورطه، اختفى فتره طويله جدا قبل ما يطلع، لان حتى الصغيرين في السن اكتشفوا ان هو كاذب، لانه طلعوا له اكتر من مثلا خمس حاجات في الـ في الـ في الـ 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 الفاكس اللي كان بعته ده، الفاكس العبيط ده اللي كان حاطه. الناس كنت شايف فيه اخطاء مش ممكن ابدا يقع فيها اعلامي، ابدا مستحيل ان اعلامي يكون يمتلك قدر من الجزاء ان هو يقع في ازمه زي كده. فبالتالي حصل، وبنشوف برده جمهور النادي الاهلي ساعات بيطالب ليه ما بتردوش، ليه ما بتدافعوش عن النادي الاهلي، ليه ما بتعملوش. انا بحس يعني انا مثلا في مكاني هدافع عن النادي الاهلي ليه؟ انا عمري ما شفت النادي الاهلي ضحيه بالظبط، عمري ما شفته في يعني الموقف الضعيف اللي محتاج حد اصلا يدافع عنه. لا هو بس الـ 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 البعض بتاخد الحميه شويه، بياخدوا الغيره على النادي الاهلي، فبيكونوا طبعا وده حقهم ان هم بيزعلوا على النادي الاهلي لما يشوفوا ان نادي كبير بحجم واسم تاريخ النادي الاهلي يتم التطاول عليه من بعض الصغار، فبالتالي ده بيحزن جمهور الاهلي جدا. فهم بيطلعوا يردوا بيردوا بقوه، بيردوا بعنف، لكن هم بيكونوا عايزين رد على مستوى الاداره. لكن جمهور الاهلي لازم 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 يستوعب نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي ما بينزلش للصغار. يعني هم لازم النقطه دي تكون نفسي فعلا الجمهور يفهم النقطه دي، يفهم كده، وان النادي الاهلي مش 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 من السذاجه ان هو ينزلق لفخ الرد على مهاترات، يعني لان ده المقصود منه. هو المقصود منه ان هم لما يعملوا خبر كاذب ان النادي الاهلي يطلع رد عليهم، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير يا شباب. النادي الاهلي بعد كده، النادي الاهلي مش معقوله بكل تاريخه ومجده ده هينزل يرد على احنا بنشوف كمان بير سلم، يعني احترامي يعني بير سلم، يعني مش معقولة دون المستوى تماما. يعني هل مطلوب مثلا مدير التنفيذي النادي الاهلي مثلا اللي هو مشغول مثلا بـ 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 بتجهيز ملفات كبيره وبتاع يطلع يرد مثلا على وثيقه مزوره؟ طلع طب مش مطلوب. صحيح. النادي الاهلي اكبر من يرد على مهاترات، لكن جمهور الاهلي محق ان هو في الغيره بتاعته، لان هو ده ناديه وده كيانه اللي بيحبه وبيعشقه، فبيكون عايز رد عنيف. لكن النادي الاهلي ما بيردش رد عنيف ابدا، النادي الاهلي ليه عنده طرق قانونيه، وشفنا النادي الاهلي قبل كده كان في ازمه تعرض ليها وازمه كبيره جدا، والناس لامت على النادي الاهلي سكوته في وقت معين في صدام كبير، لكن النادي الاهلي بهدوءه وبقدراته وامكانياته رد في الوقت المناسب. النادي الاهلي يعرف جيدا امتى يرد ومتى يرد، وده عظمه النادي الاهلي. صحيح. ان ازاي مش لازم لما تنزلي خناقه مش لازم تكسبيها من اول جوله، الذكاء ليك انك ازاي تكسبيها بالضربه الفنيه، يعني انك انت ما تنزلقيش لكل خناقه، ما تخليش حد يسحبك لملعب مش ملعبك، فبالتالي انت من الذكاء انك انت يكون في صمت، وصمت ده كل وقت، وصمت يكون حكمه. وانا شايف ان صمت النادي الاهلي على مدار تاريخه من اعظم من اعظم من اعظم حكم في تاريخ النادي الاهلي، الصمت ده حكمه. صحيح. فعلا بالغه عند النادي الاهلي. صحيح. لكن النادي الاهلي عنده وعي ان في جماهير بتنساق وراه، يعني ان هو ده خوفا على جماهيره كمان. صحيح. النادي الاهلي كمان خوفا على جماهيره، لما مسؤول في النادي الاهلي يطلع يتكلم بطريقه ويرد بنفس الطريقه اللي بيتهاجم بيها هيزيد من احتقان الجماهير، وبالتالي ممكن الصغار في الجماهير ما يكونش تملك القدر الواعي
من التفكير ممكن ينطلقوا ويروحوا ويخشوا في صحيح. في معارك حتى لو معارك كلاميه على مواقع التواصل الاجتماعي. لا ده امر النادي الاهلي ما بيسعاش ليه ابدا. النادي الاهلي بشعبيته يملك الكثير جدا انه ممكن يعمله، لكن النادي الاهلي حرصا على جماهيره وحرصا على سلامه جماهيره وعدم انزلاقه في مهاترات كلاميه مع ناس، لا النادي الاهلي بيترفع ولازم الاهلي يترفع. النادي الاهلي مش هو النادي اللي عودنا ابدا ان هو ينزلق لمهاترات زي اللي بتروح. صحيح. طيب احنا عايزين نقول ان ازارو بيعاني من الاجهاد، وبسبب الاجهاد ده هيغيب 3 ايام عن التدريبات، وكمان كوليبالي هيغيب لمده يوم برضو بسبب الاصابه. احنا معانا تليفون ولا لا؟ نرجع بقى نتكلم تاني عن لقاء بكره ان شاء الله. اكيد لقاء مهم، وكل لقاء المؤجل للنادي الاهلي هو لقاء مهم. تمام. نحو طبعا الوصول لمكانتنا الطبيعيه في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. شايف لقاء بكره ده ازاي؟ شايف ان الفوز باذن الله بيرفع ضغوط على النادي الاهلي وبيصدرها للمنافسين. انت النادي الاهلي لازم الناس تكون واعيه وعارفه ان كل ما الاهلي يكسب مباراه من المباريات المؤجله دي بيرفع من على نفسه ضغوط وبيلقب الضغوط دي على المنافسين. لان انت عارف حضرتك لما يكون النادي الاهلي 18 الاخير في جدول الترتيب وليه مؤجلات كتير جدا، فجاه من ال 18 يبقى العاشر في اقل من اسبوع، يعني يقفز ثمان مراكز، وبكره ان شاء الله لما يكسب يقفز اكتر يخش اكتر. فبالتالي انت هنا بترفع الضغوط عن نفسك خلاص، ان انا برمي من ورا ظهري حمل، كل مباراه مؤجله دي حمل على النادي الاهلي. اكيد كل فوز النادي الاهلي بيرفع الضغط من عليه وبيصدر الضغط على المنافسين، وده امر طبيعي جدا. فانا شايف ان النادي الاهلي بكره الضغوط اترفعت كتير جدا. الفوزين كانوا مهمين جدا للنادي الاهلي على التوالي. الجمهور كان راضي جدا جدا على اداء الاهلي في المباراه الاخيره، كان راضي بشكل كبير جدا في مباراه الجونه رغم ان الفريق كان متاخر، لكن الجمهور كان سعيد بان الفرقه ازاي ترجع تاني وتعمل ضغط. يمكن مباراه الجونه دي يعني انا مش عارف انا ما بتابعش كل سنوات التحليل، لكن مباراه الجونه دي ممكن تكون واحده من اكثر مباريات في تاريخ النادي الاهلي عمل فيها هجمات. يعني انا متابع النادي الاهلي من اكثر من 20 سنه مبارياته، عمري ما شفت النادي الاهلي بيوصل لمرمى فريق منافس قد مباراه الجونه. يعني مباراه الجونه دي لو طبعا اكيد في عندنا هنا في القناه محللين كتار جدا، لو عملنا رصد لعدد وصول مرمى النادي الاهلي مرمى منافس ممكن يكون النادي الاهلي عامل رقم قياسي في مباراه الجونه. صحيح. استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك. اشكرك ربنا يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بعد بكره يوم الاثنين القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.